السلام شباب، في شغلة كتير مهمة بالنسبة لترايتون اكستريم، انه في عملية بعض المرات الريبون اذا مش شغال وبدنا نفعله، الطريقة انه بنفوت على الصوت اللي بدنا نعمل عليه تعديل باساس ان الريبون يشتغل، بنفوت على ميديا، ومن ميديا بنروح على الايديت بيتش، وفي هون عندك الخيار الثاني تحت ريبون، ونخليه مثلا على +2 أو +3 حسب حساسية الريبون، وبتعمل عملية تعديل عليها من خلال العجل هاد، بترفع هيك وبتنزل، بعد ما تخلص بتروح فوق وبتعمل رايت بروجرام، بتعطيه اوكي، وهيك بثبت عندك.